السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك على جميع الأمة الإسلامية. بداية نودي الشكر لجورنال أصوات اللي عطينا هذه الفرصة هذه باش نهضروا على معاناة القطاع. بداية غادي نشيروا لواحد الاجتماع اللي دار المكتب المسير الفرع الإقليمي ديال الحسيمة مع عامل الإقليم، مع السيد عامل الإقليم. هذا الاجتماع هذا تمحور يعني في عدة نقاط، وكانت المخرجات ديال هذا الاجتماع وانه اولا كنقطه اساسيه اللي كنا كنعانيو منها احنا كأرباب مقاهي ومطاعم، وانه عدم الضغط على المهنيين القطاع من طرف مكتب الوطني للكهرباء ومكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لانه كما عينا يعني بدايه رمضان كنا كنشوفوا انه الناس بداو كيزولوا لهم المكانات ديال الضو ولا ديال الماء بعد توصيه السيد العميل على انهم الناس غيخليوا هاد المهنيين يخدموا الى حدود شهر يوليوز ان شاء الله، على ما انه يعني تولي المياه الى مجاريها. هذه يعني كنقطه اولى. وكنقطه ثانيه، هناك يعني عقد واحد اللجنه يعني اللي غتكون اولا غتشوف الحالات المفلسه والحالات اللي غاديه الافلاس، انه غادي نديروا واحد اعاده الفتح الابواب لهذه المحلات اللي كنا حنايا كمكتب حصيناها في 27 حاله. ونتمنى ان شاء الله هاد الحالات هذه وهاد المقاولات اللي كاينه انه يعني سد بيبان ديالها غادي يكون يعني من بعد شهر رمضان ان شاء الله غادي تفتحوا البيبان ديالها. وداك الشيء اللي المهم هذا هو المهم، هذا الشيء اللي كنا كنتمناه. كنقطه ثالثه هو انه بعد توصيه السيد العامل على الضريبه اللي سميت بالمساهمه المهنيه الموحده اللي جات في واحد الوقت غير مناسب بالنسبه للمهنيين اللي ما قدروش انه يخلصوها في هذا الوقت هذا، وكاين واحد الهفوه من هذه المساهمه المهنيه الموحده. حنا كأرباب مقاهي ومطاعم يعني شفناها يعني هاد الهفوة، وكيف يعقل واحد المقهى اللي كاين فيه أكثر من شريك شكون اللي غيستافد في هاد المساهمة المهنية الموحدة، لأن كما يعلم الجميع أنها يعني كتشمل التغطية الصحية، مع أنه مع مديرية الضرائب ما لقيناش الجواب لحدود الساعة، وبعد توصيات السيد العميل أنه يعني أداء تأجل إلى إما إلى يوليو إما إلى أواخر السنة إن شاء الله باش غادي نفكوا هذا المشكل هذا أولا. وثالثا أنه يعني بعد توصية السيد العامل على أكشاك اللي كانت عندها الديون، كما يعلم الجميع أن مدينة الحسيمة مدينة موسمية، وحنا كما كجمعيه تابعنا بعض الاكشاك لقينا عندهم انهم تراكمات ديال الديون اللي كانوا ما كيخلصوش، يعني خصوصا هذيك الاكشاك اللي تابعه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه. بعد توصيه السيد العامل انهم يعني تجمدت هذه الديون، وغيكون واحد اعاده النظر في دفتر التحملات اللي يقدر يكون انه ينقصوا لهم من السمنه الكرائيه. يعني هذو هما النقاط اللي كانوا كيتمحروا يعني في هذا الاجتماع، بما ان الاجتماع حضر فيه يعني رئيس مجلس البلدي. حنا كجمعيه قدمنا بالطلب انه سيتم تفعيل يعني تفعيل ديك المذكره الوزاريه من طرف وزاره الداخليه على انه سيتم الاعفاء يعني في المده ديال الحجر الصحي، لا بالنسبه للضرائب او الجبايات او لما يتعلق بكل محل يعني كيتعلق بانه كيكون يعني عنده العلاقه مباشره بالمجلس، انه تابع للمجلس، انه يعني الكرا ديالو تابع للمجلس. هذه يعني كانت النقاط المحوريه. وطبعا انه السيد العميل عطى انه تكون واحد اللجنه بالنسبه للمحلات اللي عندهم مشاكل مع الابناك، انهم غنشوفوا الصيغه الحقيقيه، وغيكون انه يعني تم واحد المده زمنيه انها تاجل الى ما انه يعني ترجع الامور ان شاء الله الى اصلها. هذه كنقطه. اما النقطه اللي كانت انه يعني اللي عندها واحد الانعكاس سلبي هو انه القرار اللي اتخذته الحكومه على اساس انه سيتم احضار التجوال الليلي. هذا القرار هذا اللي حنا انه شفناه يعني كنا منتظرين انه غيكون هذا القرار، ولكن وشنو هي البدائل الحقيقيه اللي اعطت لهذه الحكومه القطاع اليوم؟ ان القطاع صراحه غينخرط في الحصر ديال الوباء، ولكن الحكومه شفنا انه يعني رئيس الحكومه في قبه البرلمان كيهضر على المطاعم والحانات، وخصوصا هنا المطاعم المصنفه يعني والحانات هذو اللي شملهم الدعم. كيف يعقل واحد القطاع اللي عنده 250 الف مقاوله على المستوى الوطني، اكثر من مليون ونصف يعني اجير بطريقه مباشره، واكثر من 2 مليون بطريقه غير مباشره، القطاع
كنشوفوه اليوم يعني انضاثر، يعني ما ولاش عنده واحد الوزن، تقصى من جميع الجهات. كيف يعقل لهاد الناس؟ واش كاين شي عقلاء فات يعني الناس اللي كيسيروا هاد الحكومه ولجنه اليقظه باش يوصلوا للدعم؟ الدعم يكون ضروري يعني ومؤكد، خصوصا الاجراء ديال القطاع. اليوم كنشوفوا الاجراء في انحاء المنطقه، انحاء يعني المدن المغربيه، على انهم كيخرجوا كيغوتوا. كيف يعقل اليوم غادي تسد عليهم الباب وما غاديش تعطيهم حتى الدعم؟ وما بالك اليوم نحن كاربما قاي ومطاعم عندنا تراكمات ديال الفواتير، تراكمات ديال مع باب المحل، انه ما قدرناش تنخلصوه يعني في الاكريه ديالو. لهذا الاخوان خصنا نكونوا جميعا نتفرد جهود، ولكن كنشوفوا ان الحكومه كتتجه الى اتجاه اخر، انه كيتقصى القطاع للمره الالف على انه ما غيكونش عنده الدعم من طرف الاجراء او لا من طرف ارباب المقاهي والمطاعم. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك كريم للجميع. انا جمال مساوي، رئيس جمعيه ارباب المقاهي والمطاعم في اقليم الحسيمه. تشكر الاخوان كي جورنال اصوات كي الاستضافه سنتانيتين الالتفاته هذه، وكنعبر وجات المناسبه باش نقولوا الصوت ديالنا والاستياء ديالنا ديال جميع ارباب المقاهي والمطاعم في هذا الاقليم من هذه الاجراءات والقرار ديال الحكومه، اللي هو حنا كنمتثلوا وكنحترموا هذه الاجراءات، لان جميعنا مجندون لمواجهه هذا الوباء. احنا كل ما فيه مصلحه للعباد والبلاد نحن معها، لكن على الحكومه ان تراعي بالموازاه من ذلك ظروف القاسيه التي الظروف القاسيه التي يعاني منها على القطاع، وانعكاسات سلبيه التي تمخضت عن هذا القرار، الذي ربما لم ياخذ بعين الاعتبار وضعيه هذا القطاع. لكن املنا كبير في الحكومه ان تتدارك الموقف وتعيد النظر في هذا القرار، سواء بتعديله او باتخاذ اجراءات اخرى، منها دعم وتعويضات ضروريه، حتى لا ندفع بهذا القطاع الهاويه الى الافلاس النهائي، وان تاخذ بعين الاعتبار ان هذا القطاع له اثر كبير على ما هو اجتماعي، فهو يشغل فئه مهمه جدا من اليد العامله، ومحرك محرك ويروج بشكل اساسي الاقتصاد المحلي على مستوى اقليم الحسيمه، وخاصه انكم تعلمون ان الحسيمه هو منطقه سياحيه، وقطاع الخدمات هذا هو قطاع الاول بالاقليم. لهذا املنا كبير في الحكومه ان تاخذ ملتمساتنا ومطالبنا ومطالب المهنيين بعين الاعتبار، واشكر مجددا اخوه في اصوات جورنال اصوات، وشكرا جزيلا ورمضان مبارك للجميع. السلام عليكم، معكم فتحي احمد ريو، مؤسس ومسير شركه فتحي ايفنت للافراح والمناسبات، من سكنه اقليم الحسيمه بالضبط من مدينه امزورن. كما كنعرفوا باللي الحاله الوبائيه في البلاد ديالنا المغرب مازال ما مستقرش. نهضروا على المجال الاقتصادي اللي عرف واحد الركود، نقدروا نقولوا يعني واحد الركود اللي اكثر من العام اللي فات، واحد الازمه كيعيشها المجال الاقتصادي بصفه عامه. ما نهضروش على القطاع ديال ممول الحفلات، لانه من نهار وقع المنع في 16 مارس 2020 مازال راه متوقف، وانما نهضروا بصفه عامه على التجاره، بحكم انني ساكن في وسط مدينه امزورن، وكنعيش الاجواء مع التجار والمهنيين والحرفيين. الجميع يعني عبروا على الاستياء ديالهم بهذه القرارات الحكوميه اللي زاد ازمه الوضع اكثر مما هو مؤزم، وكنتمناو ان شاء الله يعني بعد مرور شهر رمضان الكريم تحل هذه الازمه هذه، ويكون شي قرار اللي هو في صالح ديال المهنيين والحرفيين بصفه عامه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.